المطلوب الآن أن نقرب الجذر التربيعي الموجب لـ 45 إلى أقرب 100، ودعونا نرى إذا كان بإمكاننا القيام بهذا. إذن الجذر التربيعي لـ 45 أو الجذر التربيعي الموجب، وخمس وأربعين ليست مربع كامل، بالتالي نعلم أن الجذر التربيعي لخمس وأربعين سيكون أقل من الجذر التربيعي للمربع الكامل الذي يليه وهو 49، أي ناتج 7 ضرب 7، وإذن هو أقل من الجذر التربيعي ل49 وأكبر من الجذر التربيعي ل36. إذن الجذر التربيعي الموجب ل36 هو 6، والجذر التربيعي الموجب ل49 هو 7. إذن هذه القيمة ستقع بين 6 و7، وإذا أمعنا النظر إليها سنجد أنها أقل بمقدار 4 من 49 وأكبر بمقدار 9 من 36، والفرق بين 36 و 49 هو 13، إذن مسافة 13 وحدة، بالتالي إنها ستقع بين 6 تربيع و 7 تربيع بمقدار 9 وحدات بينهما. هذا ممكن أن يكون نوع من التقريب، وقد لا يعمل بشكل جيد لأننا نربعه في علاقة خطية، لكن التقريب سيكون أقرب إلى 7 من 6. على الأقل 45 هو 9 على 13 من المسافة، فيمكننا أن نحاول لنرى هذا البعد عبارة عن 2 على 3 من المسافة. إذن لنجرب 6.7 بالعشرة، وهذا مجرد تخمين، يمكن أن نحسب هذا هنا إذا أردنا ذلك. إذن 9 على 13 كم تساوي بالأعداد العشرية؟ ستكون 9 تقسيم 13، وسأضع بعض الأصفار هنا. 9 تقسم على 13، إذن أجرب مع 90، إذن 90 تقسيم 13 يساوي 7، لا بل 6، إذن 6 ضرب 3 تساوي 18. إذن 6 ضرب 1 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7، ثم نطرح فنحصل على 12، إذن يساوي 7 بالضبط، أي هذه القيمة تقريبا 0.7 بالعشرة. وإذا سألتم كم ناتج 120 تقسيم 13، حسنا 9 9 ضرب 3 27، 9 ضرب 1 يساوي 9 زائد 2 يساوي 11، إذن الباقي 3 والناتج هو 69%. وإذا كان 7 بالعشرة فسيكون التخمين صحيحا، أي أن القيمة تقع بمقدار 69% بين 36 و 49. لننتقل إذن بمقدار 69% بين 6 و 7، وتذكروا أننا نقرب ولا نريد الناتج الدقيق، وسنستخدم التخمين ونختبر كيفية نجاحه. لنجرب إذن 6.7، أو في الواقع نحن نجرب 6.7 تربيع، إذن 6.7 ضرب 6.7 ضرب 6.7، 7 ضرب 7 49، 7 ضرب 6 42، زائد 4 46، نضع الصفر هنا، ثم نضرب. إذا لدينا الآن 6 ضرب 7 يساوي 42، 6 ضرب 6 36، زائد 4 يساوي 40، إذا 9 زائد 0 9 6 زائد 2 8 4 زائد 0 4، وننزل 4 هنا ونضع الفاصلة العشرية بعد منزلتين، فنحصل على 44.89%. إذا 6.7 قريبة جدا، لكن لا زالت غير قريبة من 100، بالتأكيد ليست لمنزلة المئات، ما زلنا في منزلة العشرات هنا، أي أن 6.7 لا تزال أقل من الجذر التربيعي لـ 45. لنجرب إذن 6.71%، إذن لنجرب 6.71%، وسأستخدم لون آخر وهو الوردي، سنجرب 6.71%، وسيكون قريبا بالطبع، لنجربها على أي حال.
ومرة أخرى علينا أن نقوم بضرب 6.71% ضرب 6.71% بأنفسنا دون اللجوء للآلة الحاسبة. 1 ضرب 1 سوى 1، 1 ضرب 7 7، 1 ضرب 6 6 وننزل صفرا هنا. 7 ضرب 1 7، 7 ضرب 7 49، 7 ضرب 6 42 زائد 4 46، لدينا صفرين هنا. 6 ضرب 1 6، 6 ضرب 7 42، 6 ضرب 6 36 زائد 4 40، إذا 40. الآن نبدأ بجمع الأرقام، ويجب أن نكون منتبهين. يكون الناتج 1 زائد 0 1، 7 زائد 7 14، 1 زائد 6 زائد 9 16، زائد 6 يساوي 22، 2 زائد 6 زائد 2 يساوي 10، 1 زائد 4 يساوي 5، وننزل الأربعة. الآن لدينا 1 2 3 4 أعداد، نضع الفاصلة العشرية بعدها، فيكون الناتج 6.71% تربيع يساوي 45.0241. إذا الناتج أكبر بقليل. دعوني أوضح هذا. نحن نعلم أن 6.7 أقل من جذر التربيع ل 45، وأن هذا أقل من 6.71%، أي عند تربيع هذا حصلنا على قيمة أعلى بقليل من الجذر التربيعي ل 45. المفتاح هنا أنه عندما قمنا بتربيع هذا 6.7 بالعشرة تربيع، كان الناتج 44.89%، وهو يبعد بمقدار 11% عن 45. وإذا أخذنا 6.71% تربيع سنرتفع عن 45 بمقدار 0.24. إذا هذه القيمة أقرب إلى الجذر التربيعي ل 45، بالتالي التقريب إلى أقرب 100 سيكون 6.71%.